حياكم الله من جديد. تفاقمت مؤخرا ظاهرة انتشار الإبل السائبة، وأصبحنا نسمع ما بين الفينة والأخرى عن حوادث مروعة وفواجع على الطرق السريعة راح ضحيتها الكثير بسبب الإبل السائبة وإهمال أصحابها لها. اليوم معنا واحدة من تلك القصص المؤلمة والتي نقلتها صحيفة اليوم لمواطن فقد والدته وشقيقه وزوجة شقيقه بعد حادث مروع إثر إبل سائبة اعترضتهم. يسرنا أن نرحب بضيفي الذي يلتحق بنا عبر سكايب، بندر المطيري، وهو الذي فقد والدته وأخيه وزوجة أخيه كما ذكرنا بسبب إبل سائبة. حياك الله معنا يا بندر، معوضين خير إن شاء الله. الله يجزاك خير، رحم الله والديك. بندر، بداية يعني بعد ما نقدم لك واجب العزاء في مصابكم، نسأل الله الرحمة والمغفرة لمن فقدتموهم، لو تطلعنا على تفاصيل الحادث المؤلم اللي وقع لأقاربك. الحمد لله على قضاء الله وقدره، مكتوب لهم هذا سواء على هذا الطريق ولا على طريق آخر، لكن كثر الأسئلة اللي جاتنا بالنسبة للحادث على طريق الدمام. كان متعب الله يرحمه يبيح منه ومنها، ومودي للوالدة عسى الله يرحمها للمستشفى، عندها موعد لقسم الأورام في مستشفى الملك فهد التخصصي. بعد ما خلصوا من المراجعات وهو راجع تقريبا الساعة يمكن وحدة، تفاجأ بعد العلية تقريبا يمكن أقل من 50 كيلو، تفاجأ في الإبل السايبة تقريبا حول 5 أو أكثر، كان على نفس الطريق كله، وكان اللي هو المجاهيم، وبالليل ما تنشاف، وقدر الله وصدمها، متعب الله يرحمه يبيح منه ومنه. متعب اللي هو أخوك يا بندر. اي نعم، الله الله يرحمه ويغفر له. آمين يا رب. الحادث وقع بالليل الساعة كم تقريبا؟ تقريبا وحدة بالليل. وحدة بالليل. اي نعم. وعلي طريق صار الحادث؟ طريق الدمام حفر الباطن اللي هو بعد النعيرية وجاي من الدمام. ايه، وتم اسعافهم مباشرة بعد الحادث؟ اي نعم، تم الاسعاف وجت من الطرق وجاء المرور والدفاع المدني. ايه يعني توفى الله يرحمه في 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 موقع الحادث ولا لا بعدين؟ لا لا، بالمستشفى بعد يمكن بعد يومين من الحادث تقريبا. الله يرحمه ويغفر له. امين يا رب. والوالدة نفس الشيء ايضا؟ لا لا، زوجته هي اللي بعده، يمكن تقريبا 12، ما يمكن اقل من 12 ساعه بينه وبين زوجها. الوالده لا، طلعناها اخلاء طبي من النعيريه للدمام وتوفت في الدمام، ما كملت حتى يوم. الله يرحمهم ويغفر لهم. بندر، طيب هل تعرفون صاحب الابل هذه؟ هل تعرفتوا عليه؟ هل تواصلتوا معه وصارت بينكم تواصل مع صاحبها؟ والله لحد الآن الجهات المختصة قائمة بالشيء هذا. إيه. وفي معلومات، لكن ما في شيء لحد الآن، يعني ما حد، يعني ما جاني اتصال، قالوا إن في موعد في شخص يعني متعرفين عليه. لحد الآن ما في شيء، يعني ما ثبت إن هذا هو راعي الإبل أو لا. وعلى إنهم يدقون علينا، لحد الآن ما حد تواصل معي. ما هي من الإبل اللي عليها الشرايح؟ لا والله الإبل هذه للأمانة ما عليها شرايح. ما عليها شرايح، فما هو ما هو معروف صاحبها، كله كلام اللي تسمعونه، ما في شيء ثابت. اي نعم، الله كله كلام، كل اللي يصرح من عنده. اي ابناء متعب الله يغفر له ويرحمه، كم اعمارهم؟ بشرنا عن حالهم. والله ابشرك بخير نعمه يا ربي لك الحمد، الحمد لله. فقدوا لهم وخوالهم وعمالهم موجودين، والحمد لله على كل حال. البقى بروسكم وانتم بخير وبركه ان شاء الله. اكبرهم هو عمره تقريبا 9 سنوات او 10. الكبير وش اسمه؟ محسن عمره 10 سنوات تقريبا. إيه. واللي بعده؟ بعده زياد يمكن 7 تقريبا. 7. اي، والصغير؟ صغير عمره يمكن سنتين ونص. طيب انت بحكم يمكنك تسافر بعد يا بندر، وتتجه من مناطق لمناطق بالسياره، وتحديدا موضوع الابل السايبه على طريق النعيريه، هل هي ظاهره على طريق النعيريه يكون في ابل سائبه؟ هل الحوادث هذه متكرره؟ اي بالله، متكرره بشكل غير طبيعي. يعني من بعد بس حادث اخوي الله يرحمه تقريبا يمكن 5 أو 6 حوادث اللي صارت، ومن ضمن الحوادث هذه واحد بعد من الربع صاد بالله تقريبا 7 نياق أو 5 نياق بعد النعيريه، بعد نفس على نفس الشارع. يعني احنا عندنا، احنا نسميه الحين هنا طريق الموت هذا.
ما في سياج، ما في أي حاجة يعني يمنع البلادي عن الخط. طيب وش رسالتك اليوم؟ لو بتقول بتوصل رسالة لأصحاب الإبل، وش بتقول لهم؟ والله بالنسبة لأصحاب الإبل إن شاء الله أنهم أجواد منه فينا، لكن بالنسبة لأصحاب الإبل السايبة اللي مهملها، يعني أنا ما أدري والله وش، هل في كلام أقدر أوصفه لهم؟ فما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، كل واحد يهمل حلاله وله يمه، أنت تملك ناس، وسواء يعني الخسائر مو يعني خوينا هذا اللي يقولك عنه خسارته ما هي أرواح، خسارته حتى في السيارات، يعني أنت عندك الحين خسائر كسيارات وخسائر أرواح، يعني يمسكها يعني هذا يعني مش مو شرط إنه في الليل تخليها تمشي، يعني ما هو حادث ترى، في صار بعد عند حفر رباط على طريق الرياض بعد القاعدة، بعد صار هناك بعد حادث نياق وتوفى عائلة توقع، النياق هذه مشكلتها بكل مكان، مو شرط على الطريق هذا، كل مكان مشكلة النياق. نسأل الله العفو والعافية. آمين. طيب وش تقول يعني تحديدا بالطريق هذا، الجهات المسؤولة المعنية مثل هالملفات هذه، وش الرسالة اللي بتوصلها لهم؟ بالنسبة منه الجهات المسؤولة قصدك يعني وزارة النقل ولا أيا كانت الجهة اللي تبغى توجه لها رسالة. والله بشكل عام حفر الباطن للأمانة يعني ترى منطقة كبيرة، وثلاث أرباع الموجودين فيها الشعب اللي فيها يتعالجون في الدمام في مستشفى الأورام، يعني ترى في نسبة كثيرة من الأمراض هناك يروحون يتعالجون. ففي حركة كثيرة على الطريق. إيه بالله فيها إيه واجد مو شوي، احنا نبي سياج، يعني السياج هذا يقلل، شوف هذه قضاء الله وقدره، ما يعني حتى لو حطينا السياج اللي مكتوب له يموت على هالخط هذا بيموت، ما بس في شك. احنا نبي شيء يعني يقلل الكوارث هذه علينا. يمكن أحد الحلول أنه يكون في مستشفى جلب حفر الباطن، يقلل يمكن الضغط على الناس. بالنسبه ايوه يفتحوا اللي هو حق الاورام هذا يفتحونه عندنا هنا، ونبي مستشفى القلب ترى اتوقع انه موجود في حفر باطن بس ما ادري الى الان هو جاهز ولا لا، ودي يكون عندنا الشيء هذا متوفر في أنت من منطقة. أهل حفر الباطن يا بندر؟ اي نعم إيه، وتعانون في قضية المستشفيات، كل ما احتجتوا العلاج تنزلون للشرقية، اي بالله، للدمامة ولا سواء الدمام ولا الرياض، يعني هي معروف ان اكبر او اضخم المستشفيات والطاقم الطبي كله يكون برا. ليه نعم ما في مستشفيات يعني جيدة بحفر الباطن؟ ما في مستشفيات ممكن تلبي طلبكم؟ للأورام لا ما في، ما في. لا لا ما في الأورام، ما في عندنا، لازم لأن عندنا احنا العجوز الله يرحمها كانت كل أسبوع تقريبا، أو أي تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين يوم الثلاث عندها موعد، فهذه هي كانت مصابة قبل وفاتها الله يرحمها. اي نعم كان معها ورم في العظام. اي، وهذا كان قديم الورم اللي تتعالج عليه وتروح وتجي. اي لنا تقريبا 5 سنوات تقريبا، لان هي حتى كان فيها ورم بالثدي بعد، يعني لنا 5 سنوات وحنا على الطريق هذا رايحين جايين. الله يصبركم ان شاء الله ويخلفكم ويعوضكم خير بمصيبتكم. احنا كل اللي نقوله بندر، اليوم الجهات الحكومية ما قصرت، وضعت شرائح لهذه الإبل عشان تكون بنطاق رعي معين وما تروح للأماكن اللي ممكن تسبب خطر على الناس، لكن كثير للأسف من أصحاب الإبل، وزي ما ذكرت هم مننا وفينا وإخواننا وأهلنا، لا زالوا مصرين على تجاهل هذه الرسائل اللي تحمي حلالهم وتحمي أرواح الناس. وصراحة ما في شيء محزن ويوجع القلب يمكن بالشيء اللي شفناه، إلا يمكن صور متعب الله وعيال متعب الله يرحمه ويغفر له، اللي نشوفهم اليوم هم سبب ونتيجة لإهمال صاحب الحلال والإبل هذا. نتمنى أنه رسالتك وصلت يا بندر، شكرا جزيلا لك. الرسالة جدا يعني اللي نأكد عليها مرارا وتكرارا فيما يتعلق بالطرق، أنه يا جماعة اليوم أصحاب الحلال من حقهم أن ترعى هذه الحلال، لكن ليس من حقهم أنه يعرضون أرواح الناس للخطر. اليوم أب وأم تيتموا أبنائهم بسبب شخص غير مبالي، شخص ما يبالي بأرواح الناس، لا يبالي بأرواح الناس، لا يبالي
بالتبعات اللي ممكن تحصل من خلال إهماله. لذلك كان دور وزارة البيئة اليوم بالمشروع الكبير اللي وصلت تقريبا إلى 1,000,000 رأس إبل تم ترقيمها من خلال هذه الشرائح. هذا السبب اليوم أني أنا أعرف نطاق هذه الإبل، مساحتها، مكانها، وين هي موجودة، هل ممكن تمثل خطر أو ما تمثل خطر، أتابعها. لكن للأسف بعض أصحاب الحلال لا زالوا مصرين على عدم التجاوب مع هذه الرسائل، وهذه هي النتائج. فاصل ونعود.